يا مرحبا الساعة فيكم، يا مرحبا مليون في مشروع اليوم اللي هو مشروع عائلة الرابتر. الصراحة اليوم المشروع عندي أنا لازم أسوي مكان حق الرابترز. خلاص يعني سكت معي، هني بحط الرابترز وهني بحط ما أعرف، أظني عائلة ثانية سمون فاميلي، أنا ما أعرف أي فاميلي بحطي، بس خلاص لازم نسوي مكان حق الرابترز. الرابترز شيء نسوي لهم هالمكان. اول شيء على اساس اني اتاكد ان الامور سهلات ما قاعد اتوهق عقب لون عقب هذا، هني عسى بعرف وين احط سماني. ولا تلعوز ولا تلعوز وايد عقب، بس خلنا ما نوقف الريسيرش، ها لازم ما يوقف صراحة. سيرت سورس هذا الدلفسورس مدري شو اسمه. زين الرابتر بنحط لهم الكهرب. الرابتر بشكل عام عارف ما في بور، عارف ما في بور، لان نحن الحين قمنا ننزل مساحات حق منو، حق الخدمات اللي تي جنب منو، جنب المباني. ونحن نبغى خدمات، نبي نحط محلات، نبي نحط دنيا، بس احط مكان حق الرابتر ما عينت خير. نبي نحط بس مكان حق الرابتر ما منه فايدة، ما بيك ما لك اني سويت شيء. شو الفايدة؟ نبي الدكاكين، نبي نبيع شغلات ثانية. يعني من أهم أجزاء الموضوع التسويق أصلا. خلنا نحط محطة كهرباء حقهم هني قريب. خلنا نحط سبستيشن هني كل المحلات الموجودة، نشل من هني كهرباء ونوصله في وين باقي المباني. خليكم في كهرباء اوريدي. اوكي خلاص، يبغى شارع مو مشكلة. الرابتر يا عائلة الرابتر، والله انا شاك ان هذا المكان ممكن يحتويهم الصراحة. انا احس ان الموضوع يكون اصعب من مجرد ذلك، ما اعرف ليش، ما اعرف ليش احس المكان بيكون اصعب من هذا، مجرد هذا ما اعرف ليش. احساس يقول لي ان هاي بيطلعون روح الرابترز. بس اهم شيء اسوي لي ثلاثة. اوكي لو سويت ثلاثة من عائلتهم المباشرة الرابترز برتاح. بس لحظة خلنا ترس اكسبيديشن على كارنيفور. لحظة ابا كارنيفور ما في كارنيفور بروحها هي شيء. انزين وين هذا؟ ليش؟ ريكورد سبوت. اوكي سوري، خلنا نحط عليه اوتج بروتكشن 3 بروت اوتبوت ريدوس كوست. اوكي ها خسرنا وايد ترى، او وايد خسرنا توه، لان نزل ميزانية الرابترز. خلنا نسوي اثنين رابترز. اللي بيستوي الحين نكبي الديناصور، اسوي رابتر ولا هذا؟ شوفوا هالاثنين نفس العائلة. خلنا نسوي موديفيكيشن حق الرابتر. اوكي نبغى الصبغه هاي، نبغاها اول وحده، نبغى تشوف كيف شكلها عليه. نبغى تيتف ليرنينج شي يزيد لايف سبان ماله لانه غالي. اوكي هذا بيزيد اللايف سبان ماله توث هاردنس، ما نبغى اتاك الحين، ما بنعقب شيء ثاني. ريزيلينس اتاك، ما في شيء ثاني حق اللايف سبان هذا.
يزيد الاتاك رياكشن سبيد. عندنا توث هاردنس ليف سبان فول رياكشن سبيد تو بعد اجين نايس. كان بيستي 808,000 بس على الاقل انا بيعيش يعني انا بيعيش. لحظة رياكشن ريت 20% سبيد ما عندنا مكان زيادة خلي حق المكان زيادة حق عقب بنحطي رابتر ثاني الحين رابتر هذا انكيوبيت شوف هذا ما عليه بيبليت بلس 20 48 ماينس 84 ماينس يعني في احتمال كبير انه يفشل هذا بلس 6 هذه مصيبة ترى كونتراكت كومبليت مالك كارنيفور نفس ما تبع عطنا فلوس سوي ريسيرش حق هاي الاسيست اني دينسور تدنس كومبات فيكتوريز اكسبت نبا سكيورتي شوفوا كله كونتراكت 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 لين 200 دينسور ريتنج اكتب في 3 مينتس اوكي احنا الهدف مالنا ريتنج اعلى فهذا المفروض يكون عادي اصلا بس كريسيرش اظني خلصنا ترى ما تم عندنا ريسيرش شوفوا لازم الجزيرة اللي بعدها حق ريسيرش بس الحين شو قاعد نسوي هنا نحن نتسلف هايل نتسلف هايل ركس عندنا ركس تقول ركس من عائلة منو لحظة تشوفون اوكي الركس من عائلة منو لحظة اكيد هو نفسه هذاك المريض صح ايه نفسه هذا المريض هذا مش قادر يعيشه كم واحد عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 خلنا نسوي له 2 اخوان الوان جديدة عائلة منو تمس نحن هاي ستور تمس رنتميرس هاي نفس العائلة صح نسوي انكبيت بس بدون جيناتيك موديفيكيشن ليش لازم نزود فهني نبا رياكشن سبيد نبا نسنتف ريبير اوكي نسوي له انكيبيت 126,000 حلوين نوع جديد لكن بس هم من نفس العائله ترى اللي هو هذه شو اسمها ساعدوني لحظه ما نسوي انكيبيت هني نسوي انكيبيت هني شوفوا هذا عائله اورنتمديت وهاي عائله اورنتمديت هم كلهم ربع يعني هذا غير ترى حاطين معاه هذا برقد عريس رقاد ما بيحشمه والله خلينا نشوف عندهم حد من عائلتهم هذا ما عنده الفسفور اظن اوكي هاي الهارد سايد هذا وهذا نفس العائلة والله قمنا نشوف النسايب الحين نعرفهم خلاص الركس من منو هذا بروح الركس مش عائلة حد سيرانة سايد لا اوكي غير كريتو سيرا سايد اسيرس ستوبس خلنا نشوف شكل هذا العادي بنشوف الثاني اللي مزود يوب هلا ابوي نشوف اللي من الصبوغ اجالامايمس دكتور جرانت واز obsessed with your latest creation he believed that this dino was one of the closest genetic relatives to the modern avian species شوف ما غير وايد الصبغه شوي فوق ظهره بس تعبان مع احترامي تعبان مش مستوى اللي انا كنت اتوقعه اي اثنين راندوم بس نسوي اثنين وين نبى بعد واحد بس خلاص هذا خلص ريس ديناصور غني عن التعريف تعرفونه صديقنا هذا طر يبالنا ثاني غير خلنا نشوف المكان ماله اوكي بس صبر اول شيء نبى فيوينج بلاتفورم على الزاوية ولا هني اوكي
انا بابي يونغ بلاتفورم هني. انا بابي يونغ بلاتفورم وين هني؟ شوفوا اللعبة وين انتو. نحط الاكل حقه وين هني قدام هذا. نحط له الاكل هني. نحط له لا بعد بنحط خرفان هذا هني. خلينا نشوف مش مرتاحين مش متضايقين. ماي اوكي فود اوكي. فورست تعبان شوي عندهم. خلينا نزيد شوي شير اوكي بيرتاحون شوي اكثر يعني. هم يبون شير. حط لهم زي الشير في الزوايا بعد. سوشيال فود عندهم بالوضع. انزين خليني اشوف هني اوكي. قاعد اتكلم حتى احلى ما فيهم. ما يبغى لهم كهرباء هاي بس بمنت كهرباء ليش؟ لان ابا دقايق يبغى واحد. لا ما عندي فلوس حق واحد بعد زياده. ما عندي فلوس. مدله اوكي ممتاز. هاي استوى اماكن مشاهدة خطيرة ترى. اخبركم بس هذا هو نفسه صح. هتعبني وياه ترى. اقول خدر اذا بتم انت بروحك صراحة اسمح لي. ما لك الا اني ابيعك. سير اقول لك هناك وديك مستشفى توحد شي. انت هني لازم تعيش في جو عائلي. ما تعيش جو عائلي مع الربع انت منتهي. ربع هني عائلة. They are family. نعم نعم نعم. انها الحقائق. اول شي قفت شوب يا اصدقائي. شوفوا هني. هني 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 لازم تستوي الزحمة كلها هني. هني لازم تستوي الزحمة اصلا. شوي قفت شوب شوي غالي. Took charge, left an impression. لحظة. Good work. Fast food. المشكلة بمدلة كهربا. يستاهل. يستاهل. كهربا. هاي كهربا. تعال تعال. ها مريضة. تتمارض كل في تبه مرضية. أنا رأيك تبه مرضية أنا رأيك. فنشتك توا باي. فنشته. خلي المرضيات تنفعك الحين خايس. خلي شوي مريضة. راح بألفين ربية بعد. بسوي اثنين غيرك. اللي داد هايل. وينهم عائلتك هايل. نبى الناس تجينا احنا. ما نبي يشوفوه مريض كل شوي. مريض مريض ما اقدر مريض. ما حد يبي يشوفك مريض. فاست فود توي شوب. وهني مكان العاب ديناصورات كان عادي. شوفوا مكان المحل هذا بس والله رومانسي. الله رقم واحد. زين خلنا بس ايوه هذا انا بنيبهم فوق هذا المكان.
وابا مجال على اساس حق المستقبل. لو سويت حظيره ثانيه تحت عقب بمده، لا بعدين بمده. اوتسايد لحظه، زين خلينا نمسح هذا، نبي بالعكس. اوكي مكانه صعب شوي هو ترى لهذا السبب، بس فقط لا غير. اوكي يبالي ستيشن هني، تصدقون ويت اذا اني اهدم هذا مو مشكله، خله مفتوح شوي. اوكي حط هذا وين هنا يركب. خلنا نهدم هاي كلها لحظه، خلنا نحط لهم محطه وايد بعيد كم بيمشون، بس بيشوفون بيهلكون. اوكي الحين شو نسوي؟ اوكي الحين احنا نشوف منطقة اكثر. ليش ما عندي ستيشن؟ ليش ما عندي وقفة حق هني؟ لان هني بيكون مكان اساسي اصلا. خليهم يجون بخطار بيمشون هذا كله، خيبة مسافين والله. لا يمشون هذا كله والله عيب، خلهم ينزلون يشترون في محلات في دنيا. يا ليت في جسر مشاه من فوق المكان هذا، يعني ارفعه فوق الحديقة، كان بيكون طر والله، طر كان بيكون شيء فظيع بيكون. اوكي هذا ايزي، انزين خلنا نصير نشوف. لحظة هذا جاهز، خلنا نطلعهم بيرتاحون مع السوشيال جروب رابترز مرة أكثر. بس أنا بشوف أبا رينجر، خلنا نصير نصور. شوفوا مال القطار محلاه فوق، والله جميل. أنا مكان مركب القطار. تسمعون ويلكم تو ذا رابتر، هذا الجديد اللي توه دخلته. خلنا نسوي لهم ريسبلاي. ما في حد ياكل من فيدر؟ تعال كل، تعال كل كل كل، لو سمحت ممكن تاكل، ما يشتي يقص عليهم. لا اوه اوه شوي بيهجم عليه الخايس. شوفوا شوفوا خيبة كله على المسكين هذا. هاي ما يعتبر فيدر؟ المفروض يعتبر فيدر يا جماعة. لا ما يعتبر فيدر، خلنا نحط مزيغني هاكل فيها اني. لحظة وين خلنا نحط العيل واحد ثاني مال بخرفان. لحظة يبالهم بعد واحد بخرفان، جمع البخرفان في دار هذا. روح روح اقول لك، الله يستر عليك ليونك يقضمون راسك، الله ما يرحمونك.
ما في مكان لهنيا مستركتد للأسف. زين هني ويت هذا لو قاعد هني عنده مشاكل ثانية شوي. أمور طيبة هاي الخلة ناس ما هذا ما يعتبر بالنسبة لهم فيدر فما أعرف هاكم بوت فكتر بسوي له واللي تحته لحظة المهم ما تمالها داعي في الحياة. هذا بيت هذا بيت نصور الديناصور eating from feeder وين هذا نصير صوب الثاني عاد عند الهاربيفورس. سوري جايز درب طواري اوكي يمكن مش طواري بس بصور يعني اوف دستهم كلهم الحمد لله ما ياخذ دمج من السيارة. سيدة سريع الباب شو حد ياكل من هنا ولا كيف مسوين دايت اليوم تركم مسوين دايت ولا شو العالم سوي دايت اليوم ما حد يباني اصوره حد يباني اصوره اوكي ريسبلاي فينيشد هل اسوي لهم ريسبلاي على الطاير دام اني موجود اعتبره كان ياكل الزين انا احس اني شلت اللقمه من قدام ما حد بيتعشى شو ويت في سكن جديد صح خلنا نعطيه درايف ما حد يبي ياكل يا جماعه والله ما حد بياكل في السالفة لحظة بيحس بالصورة اوكي يمشي ما بغيته ما بغيته ما بغيته خلنا نرجع حق عائلة الرابتر الله يعيل تربت أنا تكفو خلنا نسوي أخوانكم الصغار نسوي مودفاي جينز نعطيهم صبغة عجيبة ويا بعض نبى انتيتيوتيف ليرنينج نبى مش أقدر سفرع برين ايجينج زين بعد يزيد اللايف سبان ونبقى مش اجرسيف اجرسيف نص نص هذا زين هايبر افشنت بلوتس هذا مطلوب كيبيت 1 مليون واو اول ديناصور بمليون ابى اشوف اصلا هذا الرابتر شو ترتيبهم مضبوطين مش مضبوطين زي 360 الف 360 الف 20 20 لحد يا اخي قامت تستوي عجيبة ترى وايد حلو قامت تستوي لحد يا اخي في واحد ما تسير الشلة قلت لحد يا اخي قامت تستوي حلو واحد موت اوه مسكين شيب منو اللي موت شادي الوحش الله يرحمك الله يرحمك يا شادي الوحش كنت رجل طيب خلنا نسوي شادي الوحش الثاني بعد واحد مليون ومية لا مش أول ديناصور عنده مليون ذاك خلنا نعطي شادي الوحش واحد ثاني بنسوي في رسالة ثانية ما سويته
لا سوينا كل الريسيرش، بس الحين باقينا بس قاعد نطلع مشنز. This is when this is when at least two small hardware resources. Okay. When this is هناك يمكن أنا هاي الناس إنهم يصدقون. لحظة خلنا تعال هذا مرة واحدة عبي كل الفود في دربك وروح. هذا شو؟ هذا سهل. اوكي وسهل يحل الموضوع عند الموضوع. هذا اللي مداني مليون يروح عليه بس. ها باي بكل بساطة. 1 مليون is gone. وين الديناصور الميت هذا؟ واه مسكين راح. هلا نشوف هذا راح ولا ما راح. هذا هو سير له بيعالجه بيعالجه. بس وين درب 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 يعني ما اقدر استعمل السيلفي عندي اوريدي وايد. انا با سمول هارب وول فوسلز. اوكي تم اصلا اسمه الهاربور. انا سويت كل شيء دق. ابي اعالجه ولا ها ولوية يا حبيبي. لحظة خلي اعالج هذا. اوف نطحني. اوف اه انا اسد اربع غلط بلا ينطحني هذا. لحظة في واحد ثاني مريض بس يساعدون بعض. هاي هاي مشكلة السوشيال. زود سوشيال تبه هذا اللي يستوي ما اعرف يسوون ويا بعض. قاعدون شو يستوي فيهم يمرضون كلهم. شوف 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 يدافعون عن بعض يدافعون عن بعض بعد. ها ما يخلي حد يقرب صبر بيع بعد. يعني لو انا ديناصور ثاني كان سوى بي. اوف ما عندي ستار مكفرج انا. شو خير شر ما عندي والله. انا هالشي هذا ما اسوي له سالفه ترى الصراحه. ستار مكفرج هذا احسه كلام فاضي. يا صديقي وقتي على هاي بس عشان خاطر مليون انهم يبون ميشن واخش الميشن مو يستوي اسمه الهارب وولف. اوكي وين اكل سورس الربع هاي انزين ستورم ديفنس بعد وين يبالي. لا والله يبالي صراحة السور دفنس. ما أحد السور دفنس في الموقف خير شر. بعدين مستوي عصفة ما شيء قاعد اشتكي. يوزك تو ويزت ان ارث سمول والميديوم هارب بول. اوكي
ممتاز ممتاز جدا. مش اسمه ممتاز، ممتاز شو؟ جدا. السبعين في المية بالضبط، سبعين في المية. مسار بعد دقيقة. أهم شيء، أهم شيء أنتجنا عائلة منو؟ الرابتر. وهذا شو ما قاعد يسوي يا ناس؟ قاعد يموتون. والله فنان فنان يا جماعة، أنه فنان والله. بس لحظة، بروحه ما بيضربون وياي إذا بروحه. أنا كريستيان سكسس ريت عندها، أبو كل سكسس ريت حق هاي. لا هاي يذبحوني الصراحة، مليون يطير على الفاضي. بلس 6% المفروض انه اوكي الحين. اوكي بوليسي رابتر، اشوف يسولفون مع بعضه. شو يسولفون مع بعض عادي. كفو والله. لا 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 ضربوا، ذبحه. الله يلعنك. اوتش اوتش. مليون يعني التبن هذا الرابتر تو ضيع عليه مليون. ذبح واحد من عائلته، تبا لك. بس بعد بعالجك لانك غالي، مو مشكلة مشكلة. مشكلة فلوس، والله فلوس هي اللي تلعب بالواحد. لولا الفلوس ما عبرته. هي يا هي وكل البيع. شو مهمات عنا بعد؟ والله حرام، مليون مشروع فاشل. والله المفروض يعيشوا مع بعض يا جماعة، هم عائلة واحدة يعني، سيم فاميلي سيم شت يعني. لازم فوصل جديد. أشكرك عائلة الرابتر الحين اللي عايشين مع بعض على أساس الزمن والله، ولا بيعيشوا مع بعض. مش معنى سين فمر بيعيشين مع بعض ترى، معلومة هاي غلط. شوف عينكم. نشوفوا هذا العائلة ماله دروموسور سايد، دروموسور سايد بعد ما يعيشوا مع بعض، بعد ما يعيشوا مع بعض. هلا اذا اسويهم باتشز اثنين اثنين يكونون جماعة، وهي الجماعة ما يتضاربون خلاص، يحترمون كل واحد ان الثاني له جماعته، ما يصير ضربه. الا اذا كل واحد قال راس براس ودافنوا وضاعت عليه الملايين كلها وراحت الدنيا هذا كلام ثاني، هذا كلام ثاني تماما. اوكي مو مشكلة. ما ادري اذا عندها ديناصور اللي قال عنها اصلا. عندي لا ما عندي برايا. شو السالفة؟ روح في باب هني ولا انا مش حاط بوابة؟ مش حاط بوابة.
اوكي انا اسف حين روح حسيت والله في حد جي والله فيه يعني زين جيد جيد عايز تطلع تنزل يوم التوت رديست دانا صور زوري بعض لو سمحت عشان ما يتضاربون عشان يفكوني من الحشرة نبغى نعبي المكان شوي ديناصورات وما نبغى يدافنون معنى الناس تحب الضربة يعني بس ما في هدف يعني ديناصور لحم يذبح لحم بحطي لهم عقب ديناصورات يذبحونه ماله انا بشوف الطويل يطيح وين الثاني اوكي اطلع يا اربي اطلع اوكي 2 2 3 كم رابتر في 2 لا تمشوا بروحكم امسونكم جماعات ليش ما يفتيهم ما ينفع شكله بسيط المنطقة بس هاي رابترز ما ينفع مع هاي والله ما ينفع معهم build a situation where these animals will truly trust you, then there are times when you have to let them run free, even when that means they want to kill. If that's what they need to do. ايوه عادي مو مشكلة. الناس يظنون بيستمتعون هي في غرابة. وانا مسكين ادفع بالملايين. لا هم يبوا لي ملايين يعني بس انه. بعد فايت ثاني؟ يا حبيبي. يا حبيبي بس كذي ابغى اهيلهم خليتهم يهيلهم شو اسوي فيهم والله ما اعرف شو فيهم والله راس براس تضربون تقريبا ها والله عيت الرابتر بصحيح ها راح تقول بيبدل المكان السالفة من يستوي جماعة ثلاثة بثلاثة خلاص يعني ولا شو اها كلهم ماتوا اوكي مو بأسد هذا بنحط رابترز وخلاص والله الخسائر تعور البطن الصراحة وانت عالي جدا نصور تاني والأمور طيبة مستمتع تاكل يعني خلنا نشلك كم والله بس بيري كانسل هذا كيف ما اقدر بطلع رابتر وين الرابتر هذا الرابتر خلاص بس رابتر وخلاص هذا الحين بخدره ببيعه دايركت اذا قدرت اذا لحقت يعني لحقت بخدره ببيعه وبفك امري ولا اعور راسي ولا اعور راسي باي شيء عائلة الرابتر بصحي والله عائلة خبلة حطي بينهم كل شيء واحد يموت ببيعه هذا كم يبلي ببيعه والله ولا انه يموت بطلع 5-6 رابتر احسن والله كلهم امورهم تمام هني تعال انت فاضي ابغاك تسوي لي هاي البس تاسك سفول
تصير انك تبي سهل تعال لا هم تسوي لي هاي زينات هاي عبهن حقي انا بطلعك وببيعك صراحة منتين فاسيليتيتنج 5 ستارز صعب شوي ممكن لك صعب كل شيء ممكن لكن مش سهل كلوث شوب هاي شوي اغلب يكونوا من العاديات اركيد يلا يكون في حديقة ثانية هنا يحتاجون دكاكين بعد زيادة ما يضر يعني كان زيادة ما يضر هاي بنرفع سعرهم شوية غاليات الغاليات بنخليها لأن عند الرابتر الرابتر شيء غالي الرابتر غالي تعال أنا بطلع برق طويلة يذبحونه الصراحة أبي أشوف الرابتر كيف يظهر وياه زين هذا سوي ريليس حقه عطول هات خدرونه سيده ما بقى يمدي ببيع أول حين من هاي خلص بعيق مكان الرابتر ثاني ولا إني قاعد أخسر مليونز فور ناثينج والله لأن إذا بسوي ضرابة بسوي ضرابة على مزاجي شيء طر ما بسوي ضرابة بس التي بروح متجاتلون لا بسوي ضرابة حلوة 20-30 هذا كوست على كوست بتركم هاي اللي بحط أغلب منيو هني حاب أعرف خطة للرابتر لازم يدفع شوي يعني 20 اوكي بس ممتاز وين ناس خضره روح قبل لا يذبحون روح سوري مع اني اعزك يعني صراحه بس سوري ما اقدرش قلب الصغير لا يتحمل اشوفك تموت كل شوي ويطقع جوي خسر مليون وخالدة توني شو اسمه سير عند ربعك سير دور ربعك بعد ربع طريب علي بس خلوني لا بلعب خلينا نتكلم نفس الشيء ولا اقول خلينا نجرب نسوي هذا الحين عقب شو بسوي بسوي برقبة طويلة بهالدهني ابى اشوف كيف يذبحونه هي هذا خليه يذبحونه على مزاجي تمشي على مزاجي يموت ما داني وين صار خيب الاسم مطوله طيب هذا اللي جديد تو مفتح عرفتوا هاتوا مع المشن تبطل خلنا ناخذ سكرتي It's a dangerous world. This place ما مرة طيبة easy مشكلة الكوستات حلو طريقة اللعبة ان في كوستات وهذا مهمات لكن يتكرر واحد يمل شوي بديت امل من تكرار كان شيء الوحيد اللي مش اوكي ان يتم المهمات تتكرر الواحد يمل عندهم في جر فيها اكل مفروض موس اوفر ترى يبين مفروض بصراحة مش مفروض بالطريقة هاي روض موس اوفر يبين امورة طيبة شو اخبار البورة هو اخبار طيبة
اخبار الاكل نص ونص نص ونص نص ونص تعبان يبون ترانسبورت اكثر يعني في وقفة هني وقفة هني نسوي وقفة هني يبالنا وقفة هني صح خلنا نزيد الوقفة الناس تمشي اقل شوي يعني نحطينا سب ستيشن حقه مش حقه حق المنطقة كامل اكيد لابد اني بسوي شيء هني ببني شيء احسن خلنا نسوي ترانسبورت افضل يعني هذا لاحم هذا ولا شو ما ظني والله ما ظني لاحم لكن غريب ما يستوي لهم دبليت بعضهم يتمون في نفس الانتاجية أيوة الحين اشوفوا الحلقة هاي بتخلص لكن اول شي بطلع برقبة طويلة هني بصراحة بتشوفه يموت بصراحة 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 لانه وايد رابترز مفروض صراحة اذا اللعبة مضبوطة صدق يهجمون كلهم ويا بعض على الطويل اي ديناصور رعد مفروض هذا المفروض لكن الحين كيف الوضع عندهم ما اعرف نحطي لهم فود زيادة مكلف ترى اكلهم مكلف up to 5 زين في النص هنا خلهم يطلعون قدام الفيو لان حاط الفيو طوال اصلا زين ايوه ها لونه غير الحين صح غيرت لونه ولا ما غيرت اشوف اظني غيرت لونه ما اعرف خلوا لي مو برقبه طويله هذا وش 9 طن 16 طن موديفاي جنوم اوكي ما زوده مو مشكله بنعطي ديفنس اوكي ديفنس تي فول ديفنس بعد ما بيسوي شيء ترى ديفنس ما بيسوي شيء مسكين هذا مش مال مشاكل والله هذا مش مال مشاكل انا احس فيه انه مش مال مشاكل بس ابي اشوف كيف بيندق طر بيكون طر عجيب بيكون خلنا نشوف رقبة طويلة كيف بسوي لهم الحين حظيرة عائلة اسم الخبرة هاي رابتر الخبرة هاي اللي مسويت المشاكل بس اظني رفعت الريتنج مالي مليون والبروفيت وكل شيء 1 2 3 4 5 6 انا كيف ما عندي هالريسيرش مال انكريز هاتشري كيف ما عندي اياه المفروض يطلع قبل ولا ميشن هذا يفتح اظني كل ابوه من ميشنز اذا خلص ميشنز اظن عادي يتم يفتح ترى عندي ثنتين بيخلصن اوف فاسيليتي بريتنج اوف 5 ستارز المينتيننج مشكلة خلص والله متحمس انا هاي العايشين حياتهم هني فوق مشكلة ستي تحت ما يخصهم يردون هناك يردون الشلتر اوه خلنا نسوي شلتر هني
لأنها مكان خطير والله، وايد خطير صدق خطير. داي شلتر من الخاطر، مليون رابتر هنا. على خلينا نشرد كم من واحد أساس إنه متشرد شوي خسائر تقل. ما أنا بسكر الحديقة عادة لو استوى أكشن، وأنا بالحديقة تتسكر بكبرها. المهم ما لها داعي والله. طرشم مكان ثاني يا عيل، ما طرشم هذا هاي بطرشم احسن. يلا جهز، ها نهاية الحلقة مالنا ترى، من هذا يطلع ويموت الله يرحمه. هاي يموت يعني خلاص الحلقة خلصت. بس والله شكله بيكون شيء عجيب، في ركبته مطولة. هل زرافه مال عالم الديناصورات؟ خلينا نحط، ما احب اطلع مكان فاضي يا اخي، احس المكان فاضي يا جماعه مو بعيبني، مع انه فيه والله، مع انه فيه. انزين، مو في شغلات اكبر نبنيها؟ فندق، فندق، فندق بالوسط. شو رايكم نحط هذا هنا؟ والله عادي ترى، ترى مكان وسيع، مكان واد والله، يمدي فندق يكون هني في النار. والله فنان مكان فندق هني، لازم فندق هني أصلاً. جزيرة عودة كل مكان لازم يكون في فندق. هو ما يبال بعد مطعم، محل ألعاب، محل هدايا. يبال، لا لا زين زين، الفندق شيء مشروع من ناجح. شو أخبار البور؟ نص نص والله. خلنا نحط محطة ثانية احتياطا، مستقبل هالمكان اسود احسه، ما اعرف ليش كمية الديناصورات. نعم يا حبيبي تعال. لا اوكي هالمهمة احسن، طرشت انا افضل مراحل من قبل هاللحظة. انا كمل طرشهم، اوكي ممتاز. الحين بدينا شوي في اللعبة اكشن. وين صار؟ شو كنت بسوي؟ والله كنت اسوي شيء، هي مشنات سوري، نيو كونتراكت بعد سكرتي، خلنا ناخذ عليه. لا هذا كله انا والله مع نفسك، والله والله مع نفسك. وينه؟ خلص خلص، اول مره منتج ترى، اول مره. ديبودوكس، ديبودوكس يلا. هلا ابوي، خيبه راسه وين طالع؟ خيبه بس والله الديناصور حلو، حرام يموت صراحه. اوكي حرام ومش حرام.
نعم صراحة حرامي موت. شوفوا وجهه وجهه والله كيوت. شوفوا وجهه اكسر خاطري الحين. الحين اكسر خاطري لاني عقلنا وسط 10 رابتر 6 رابتر والله عقلنا وسط 6 رابتر. اوه لازم مكان غابوت. كيف يذبحونه هذا؟ ولا تزعل لجل عيونك والله زيد الشير حق الرابتر ساحب عليهم والله. بس لأنه وجهه كيوت فقط. بعد تبى فورست بتموت يعني انت بس يعني ما له يعني حقق لك أمنية الموت يعني. شوي تكون مرتاح بطيء. وين الرابترز عنا؟ شوف حد من الرابترز بيه؟ قولوا والله ما بيونه. الجبنة الحي طالعة. بعدم شوفوا يعني ساكتين نترية ما يبغوا يهجموا عليه يا سي سولفون بس ما هجموا عليه والله. لا هاد ثلاثة منا وسطكم عيال جميل ترى. لحظة إذا ما بيهجموا عليه خلنا نحط الأكل وسط الشير ولا مش وسط الرابترز على مسخته يعني. ان شاء الله اسوي لكم ريسبلاي الحين. هلا وين ما تمشي تحصل فيدر. وين ريس وين ريسبلاي وين؟ هذا مسكين موت. ياكلون وايد هاي ترى. الحين برجع للرابترز مرة ثانية اشوف هجموا علي ولا ما هجموا. اضطر اشنع حد يشيل له. ما هجموا علي للحين معقولة؟ ما هجموا علي والله ما هجموا علي. بس شو سالفة السوشيال كومفورت مالهم كيف؟ عجيب على أي أساس نحن نحطيهم؟ لحظة ما في شيء ثاني. كومفورت ريشولد 80% راس رانس متابوليزم سمول كارنيفور ريسبل اري اوف جراس لاند ريزنبل فورس سرايف. اهجم عليه زين اهجم واشوفك تهجم علينا. والله شكلك قريب. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم. يتجاتلون ما بينهم يلعبهم لكن هذا ما اعرف رحمه ما اعرف شو السالفه. المهم شكرا على متابعتكم الحلقه وخليكم حديم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.